السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، دائما في إطار كتاب المتعلم والمتعلمة من هذا النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. اليوم غادي ندير معكم الصفحة 17 من هذا الكتاب المدرسي اللي كيخص المستوى الخامس. إذا دائما في الوحدة الأولى درنا الجهاز البولي، من بعد ما درنا بزاف ديال الأجهزة، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوراني، اليوم كيجي الدور على الجهاز البولي لاباغاي اورينير، الحصة السابعة أعضاء الجهاز البولي ووظائفها لدى الإنسان. إذا اليوم غادي نتعرفوا أعضاء الجهاز البولي والوظائف ديالها لدى الإنسان. Les organes de l'appareil urinaire et leur rôle. إذا باش نحققوا هذا الهدف ديال أننا نتعرفوا أعضاء الجهاز البولي ووظائفها لدى الإنسان، غادي نبداو بدراسة ركن ألاحظ صورة الانطلاق وكذلك الوضعية المرافقة لها. إذا الصورة توضح آلة، واحد لاباغاي ديال تصفية الدم بكلية اصطناعية، يعني كيصفيو الدم بواحد الكلية اللي هي اصطناعية. إذا نقراو هنايا ركن ألاحظ، رافق أمير أباه إلى مركز تصفية الدم واندهش بكثرة الآلات وبدأ يتساءل. إذا هاد أمير رافق أباه شنو كيدير؟ كيدير تصفية الدم، يعني عنده مشكل في الكلي، فلاحظ واندهش بكثرة الآلات الموجودة هناك في ذلك المركز. بدأ يطرح تساؤلات، لماذا كل هذه الآلات؟ لماذا نستعمل أو كيف نستعمل هذه الآلات؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. إذا هنايا بقراءة ركن ألاحظ وكذلك بدراسة سورة الانطلاق، ما هو سؤال التقصي؟ إذا عودتكم على كتاب أو كتابة سؤال تقصي في ورقة مستقلة، إذا غنكتبوا سؤال تقصي في ورقة مستقلة وغادي نسولوا السؤال المركزي، وما هي أعضاء الجهاز البولي، ما هي أعضاء الجهاز البولي، وما هي وظيفة كل عضو. إذا شنو هي أعضاء الجهاز البولي؟ شنو هي الوظيفة ديال كل عضو من بين هذه الأعضاء؟ إذا نفترض الآن، أفترض أن الجهاز البولي يتكون، إذا كنفترض بأن الجهاز البولي يتكون من الكلية مثلا، من المثانة البولية، من الإحليل إلى غير ذلك من المكونات. أفترض أن البول يتجمع في المثانة، المثانة البولية، ويطرح عبر الإحليل. نحن نفترض، قد تكون هذه الافتراضات صحيحة وقد تكون خاطئة، ولدراسة صحة هذه الفرضيات من عدمها غادي ندوزو لأتحقق. تبعوا معايا في أتحقق، جو فيريفي. إذن أتحقق، النشاط الأول أحدد أهمية الجهاز البولي بإتمام الجمل بما يناسب. إذن غنحددو الأهمية ديال الجهاز البولي وغادي نكملو هاد الجملة هذه بهاد الكلمات هادو اللي باللون الأزرق. عندنا الكلمات هما مواد سامة، البول، الجسم، تخزينه. يعمل الجهاز البولي على، إذا غادي نحددو دور الجهاز البولي وبماذا يقوم. إذا يعمل الجهاز البولي على ماذا؟ على إنتاج البول. نعم، على إنتاج البول. إذا غتمشي لنا البول وتخزينه. إذا هذا الجهاز البولي كيعمل على إنتاج البول، كذلك كيعمل على التخزين ديالو وطرحه خارج ماذا؟ إذن وطرحه خارج ماذا؟ إذن يطرحه خارج الجسم. إذن مشاتنا تخزينه، إذن مشينا الجسم. إذن يعمل الجهاز البولي على إنتاج البول وتخزينه وطرحه خارج الجسم، مشاتنا الجسم، قدنا مواد سامة. ويحتوي البول على مواد سامة، إذن البول كيحتوي على مواد سامة يتم التخلص منها. بالتالي يعمل الجهاز البولي على إنتاج البول وتخزينه وطرحه خارج الجسم، ويحتوي البول على مواد سامة يتم التخلص
منها. نعم، النشاط رقم 2، ألاحظ نموذجي الجهاز البولي للرجل والمرأة. إذا الوثيقة رقم 1 توضح مجسمان للجهاز البولي عند الرجل، الرجل كاين في ألف والمرأة، إذا غنعبرو شفهيا وكذلك كتابيا غادي نكملو داك المجسم. نلاحظوا المجسم ديال الجهاز البولي عند الرجل، إذا الكلية، هنايا عندنا الحالب، وهنا المثانة، وهنا الإحليل، عبر الإحليل يتم طرح ذاك المواد السامة وذاك البول. هناك اختلافات بسيطة جدا، إذا تقريبا نفس المكونات. إذا أولا نبدأ بكلية، الكلية، إذا أتمم المجسمان والرسم بكتابة رقم كل عضو في مكانه. إذا هنا عندنا كلية، ثم ماذا؟ ثم الحالب، إذا الحالب هو هذا، داك اللي كينقل داك البول من الكلية إلى المثانة، المثانة هي هذه، هذه مثانة بولية، مثانة بولية، وفي الأخير الإحليل. على مستوى الإحليل كان هناك اختلاف ما بين الرجل والمرأة، مفهوم؟ على مستوى الإحليل أو عبر الإحليل يتم طرح داك البول، أو لا يتم طرح المواد السامة والتخلص منها، وداك الإحليل يعني كاين هناك اختلاف ما بين الرجل والمرأة. هنايا ثانيا عندنا رسم تخطيطي للجهاز البولي، هذا الرسم التخطيطي للجهاز البولي غنحاولوا نكملوه ونكملوا المكونات ديالو. أولا نبداو بهذا، عندنا هنايا كلية راه باينة واضحة، ثم ماذا أيضا؟ من بعد الكلية كنتكلموا الآن على الأحمر والأزرق، إذا باللون الأزرق عندنا الوريد يعني الأوردة، وباللون الأحمر عندنا الشريان يعني الشرايين، نعم الشريان، نعم. هنايا كتم التبادلات، صافي هنا كتم التبادلات، نعم. هنا هذا باللون الأصفر عندنا هو الحالب، ينقل البول من الكلية إلى المثانة، هنا المثانة البولية، المثانة البولية، هنا الإحليل، هنا الإحليل، صافي. إذا تعرفنا على مكونات المجسمين، مجسم الجهاز البولي عند الرجل والمرأة، وكذلك في هذا الرسم التخطيطي، نعم. وأنقل أرقام الأعضاء التي تشكل المسالك البولية، إذا غننقل هنايا أرقام ديال الأعضاء اللي كتشكل لي المسالك البولية، كنتكلموا على المسالك البولية. إذا الأعضاء التي تشكل المسالك البولية، نبدأ أولا بالحالب، هنا الحالب، نعم الحالب شحال الرقم ديالو؟ الرقم ديالو 6. ثم عندنا المثانة البولية الرقم ديالها 5، ثم الإحليل الرقم ديالو ماذا؟ الرقم ديالو 4. إذا الحالب، المثانة البولية، والإحليل هما الأعضاء التي تشكل المسالك البولية. أبحث عن الفرق بين الجهازين، الفرق ما بين الجهازين، الجهاز البولي عند الرجل وعند المرأة. إذا بطبيعة الحال يتجلى الفرق على مستوى الإحليل، على مستوى الإحليل يتجلى الفرق ما بين مجسم الجهاز البولي عند الرجل والمرأة، صافي. أحدد دور كل عضو بكتابة الحروف في المكان المناسب، نعم زيدوا انتبهوا معايا. أحدد دور كل عضو بكتابة الحروف في المكان المناسب، عندنا الحروف، ألف نقل البول من الكلية إلى المثانة، باء تشكل البول، جيم تخزين البول، دال طرح البول خارج الجسم. إذا هنا عندنا أعضاء الكلية، الإحليل، المثانة، والحالب، غنحددو كل عضو غادي نديرو له الرقم المناسب ديالو، يعني الدور اللي كيقوم به. الكلية ما هو الدور التي تقوم به؟ واش تنقل البول من الكلية إلى المثانة، ولا تشكل البول، ولا تخزن البول، ولا تطرح البول خارج الجسم؟ ده الكلية هي اللي شفنا الفوق، الدور ديالها يتجلى في تشكيل أو تشكل البول، إذا حرف باء. نعم، الإحليل، الإحليل هو اللي كيجي لتحت، الدور ديالو هو الطرح، يعني طرح البول خارج الجسم، يعني دال، نعم. ثم المتانة، المتانة دورها أين يتجلى الدور المتانة؟ المتانة البولية تخزن البول، يعني جيم. والحالب، حالب بماذا يقوم الحالب؟ الحالب يقوم بنقل البول من الكلية إلى المتانة، ورقم أو حرف ألف. إذن الكلية دورها في تشكل البول، الإحليل دوره في طرح البول خارج الجسم، المتانة دورها في تخزين البول، والحليب دوره وهو نقل البول من الكلية إلى المثانة، نعم.
Question 3. Je distingue parmi les symptômes suivants ceux de l'inflammation des voies urinaires en mettant une croix dans la bonne case. سؤال كيقول من بين هاد الأعراض التالية هاد الأعراض اللي كاينين هنايا سو دو لانفلاماسيون دي فوا اورينير يعني اللي هما كيسبوا الالتهاب أو اللي كيبانوا أو مظهر للالتهاب ديال المسالك البولية غادي نحاولوا نديروا له كخوا اون ميتون اون كخوا دون لا بون كاس بوزوان بريسون اي كونتينو دورين او بيان دوريني هنايا الحاجة لقضاء الحاجة يعني للتبول الحاجة للتبول ماشي كتوضح بأنه راه شي حد فيه أعراض التهاب في المسالك البولية بريزونس دو سكر دون لورين يعني الوجود ديال السكر في البول هذا ماشي عرض من أعراض داك الالتهاب ديال المسالك البولية لأنه هذا ممكن يكون أعراض من مثلا الإصابة بسكري مثلا سونساسيون دو سوا دونك هنايا داك كيقول لك الإحساس بالعطش الإحساس بالعطش ما عندوش علاقة ب مسالك ديال البولية نعم دولور او مومون دو لا ميكسيون يعني ألم في اللحظة ديال التبول هنايا كيكون إشكال إذن هذا من أعراض التهاب المسالك البولية بريزونس دو سون دون لورين يعني وجود الدم في البول هذه كذلك نعم وعرض من أعراض الألم أو لأعراض وجود التهاب في المسالك البولية سورتي انكونترولي دورين يعني خروج البول بدون إرادة يعني خروج لا إرادي للبول هذا كذلك يقدر يكون من أعراض الالتهاب ديال المسالك البولية الآن غادي نكتب معكم أستخلص نكتبوها في ورقة مستقلة كما عودتكم دائما إذن أستخلص بمايا تعملوا أعضاء الجهاز البولي على ماذا؟ على تصفية الدم من السموم إذن تحاول تصفي الدم من السموم التي تطرحها الأعضاء نعم وتعتبر الكلية مصفات حقيقية إذن الكلية الدور ديالها أنها كتصفي يعني هي مصفات حقيقية وبالتالي هو واحد العضو مهم جدا في الجسم وقد تصاب المسالك البولية بالتهابات تتميز بأعراض إذن هذه الالتهابات تتميز بأعراض مختلفة بحال الألم عند البول أو لا خروج الدم مع البول أو لا الخروج لا إرادي للبول إذن تعمل أعضاء الجهاز البولي على تصفية الدم من السموم التي تطرحها الأعضاء وتعتبر الكلية مصفات حقيقية وقد تصاب المسالك البولية بالتهابات تتميز بأعراض مختلفة كخروج الدم مع البول إحساس بالألم عند البول وكذلك الخروج لا إرادي للبول نعم دوزو الآن إلى أطبق باش نطبقو داكشي اللي تعرفناه نعم أطبق توجد في الصيدليات أشرطة لاختبار تمكن من الكشف عن المكونات غير العادية للبول كالجلوكوز والبروتينات أستعمل تعليمات الصيدلي وأراقب بولي في المنزل باستعمال أشرطة الاختبار إذن هذا ماشي سؤال هذا فقط تعليمة هي تعليمة La question 2 Lorsque Ahmed pisse Il sent une brûlure dans ses conduits urinaires. Cela semble normal, oui ou non? هنا كيقول لك أحمد ملي كيجي يبول ولا يتبول il sent une brûlure يعني كيحس بواحد بحال العافية في المسالك ديالاش المسالك البولية ديالو يعني كيحس بالألم cela semble normal واش هادشي عادي طبيعة الحال نو ماشي عادي داكور نو دونك الجواب ديالنا هو لا علاش لأنه الإحساس بالألم هو من بين الأعراض هو parmi les symptômes ديال الانفلاماسيون دي فوا اورينير يعني من بين الأعراض ديال الالتهاب ديال المسالك البولية وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس خليكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته